كنتواجدوا حاليا في ثانويه الوفاء، جينا نشوفوا شنو كيترجى المصوت من المرشح اللي عطاه صوته. هادو اللي صوت يعني اش كتمنى بغيتهم يديروا لك؟ وعاونوني في حكا في رجلي ويساعدوني ما عنديش، والله يعاونهم الله يدير حسابهم. علاش زعما كان جيتي تصوت اليوم؟ كنصوتوا على الناس المسؤولين يكونوا يقوموا بالناس المساكن اللي ما عندهم شاي ويشوفوا من حالتهم، والله ينزل الحق من عند الله. العدل والتنمية ما كانوش كيفرقوا، كاين هما اللي كاينين. صوتنا على العدل والتنمية. أنا نصوتوا على العدل والتنمية. الأسباب هما تيبيكيو عليهم حنايا اللي حنا بغيناهم، حنا كلشي الشباب. تعال دابا الشعب المغربي عنده أمنيات سهلة، فهمت؟ ما بغاش شي حاجة كثيرة. على طول قرع الشيشة وقرقوا فيا بارك عليك. الميزان أنا تنصوت على الميزان حيت الميزان هما اللي خدمونا وتبارك الله تنشوفوا فيهم بأن ياسمينة بدو امرأة طيبة الصراحة تشكال. بغينا يعطونا طوموبيلات. بغينا نخدموا. تعليم اختي تعليم، وبغينا الشباب يكون خدام ما يبقاش عاطل، هادشي اللي بغيناه. الصحه بغينا الصحه حتى هي تنظم لينا. خداو هاد 10 ايام خداو 100 درهم، كاين اللي خدا 200 درهم على حسب كل حزب اش كيعطي. بالنسبه لي انا مزيانه البوفريا، الناس مساكن اللي ما كانوش ملاقين باش ياكلوا جاتهم 200 درهم يلبسوا غير توني، وهذه كاين اللي كاع دبر على خدمه من هاد الحمله هذه. الله يحقنا المطالب ديالنا حنا الشباب، حنا راه ضايعين الله محقين، واخدين البكالوريا ديالنا وداكشي يلبيو ويشوفوا لنا الطلبه حتى حنا، شوفوا لنا حتى حنايا فرص الشغل وداكشي. ترجم الصوت ديالك. نترجم الصوت ديالي حقنا المتطلبات ديالنا. بزاف ديال الحوايج المتطلبات ديالنا، نهضر انا على الجانب ديال الصحي، فهمتي؟ المستشفيات شحال من حاجه، فهمتي؟ خاصهم شحال من حاجه كما بهاد المفهومات تترقع. عندنا ما الشفافيه ما بغيناش يعطيني انا فلوس باش نمشي نصوت. محايدين على الاحزاب. محايدين من الاحزاب حنا. كاينه كاينين صحاب 200 درهم بزاف. نقولوا لهم الله يهديهم الله يهديهم وصافي الله يهديهم، هادشي ما نقولوا لهم. كيبيع بلادو على 4000 ريال ما جاتش. دوك هادو اللي باغيين يحسنوا البلاد وكيخلصوا الدراري باش يصوتوا لهم، شنو رايك فيهم؟ الله يسمح لهم. كلقاهم كل الخير. استغلال العقول الضعيفه. وراه واخا تيخلصو ما كاينش كتبقى امام الورقه، كيشوفك حتى شي واحد واخا تياخذ بنادم ديك الفلوس وداك الشيء كيمنو الورقه راه تيعرف شنو كيدير. اللي فرج جمال فرج جمال، يخلصني وندير نشطب على كل شيء، انا ما عنديش مشكل معاهم. لا ناخذ 200 درهم وندير اللي عجب. كنتواجدوا حاليا في الاعداديات الادريسي، نفس السؤال غادي نطرحوه على الناخبين، اشنو كترجاو من المرشح اللي صوتوا عليه؟ نترشح بان المغرب يتغير، فهمتيني؟ والشباب ما يبقاوش يهاجروا لاوروبا، وبغينا نبقاو هنا. ومع السي بن كيران كلشي تنموتوا عليه حنا، وكلشي غادي نصوتوا عليه، وكاع المغرب باغي العداله والتنميه يكون. كلشي تيفرقوا الفلوس، كاع اللي تيعطينا الفلوس عارفين غادي يشفرنا، يدير لنا كلشي. اللي تيعطيك الفلوس راه غادي يحلبك في 5 سنين، هذه راه حاجه طبيعيه. كنترجم الصوت ديالي ينتخبوا ونجحوا ويديروا لنا داكشي اللي تنبغيو حنايا. وصافي ما يبقاش داكشي اي حاجه نبغيو نديروها في الدرب ولا شي حاجه، اي حاجه نطلبوها داك اللي ينجح حيت حنا كنصوتوا عليه كنعطيو صوتنا، هو يعطينا داك الشيء اللي تنبغيو حتى حنايا. بغينا زعما يتنقى الدرب، ما يبقاش الازبال فهمتيني، ما يبقاوش المجرمين في الدرب. صافي هذا الشيء اللي بغينا حنايا. ما كاين لا تصويت لا والو. تنصح بان اي شاب ولا اي عائله واعيين شويه ما يصوتوا ما والو، حيت ما كاينش تغيير. شنو التغيير اللي وقع في هاد 5 سنين ولا 10 سنين ولا 15 عام؟ المهم شحال من عام داز، شحال واش كاين شي تغيير ولا شنو؟ كيف دازت الحملة؟ كيف دازت الحملة عندكم هنايا؟ سير 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 دايزة كيف تنشوفوا كيف ديما كيف القاعدة؟ 15 يوم اللي كانت فيها شي محمص شي واكلة فطرة الخبز، القرفية كانت لاعبة هاد العام هذا صافي. ولكن العدالة والتنمية ما عطاونا لا قرفية لا والو، حنا تنهضروا معاه فهمتي؟ خدام معاهم في الحزب؟ حنا ما خدام معاهم لا في الحزب لا والو، معاهم في المكتب عليهم ما خدامش معاهم في المكتب. بنتي واخد جوج قرفيات انت دابا تهضر الطريقة. ما وحق الله العلي العظيم ما واخد شي ريال، انا هاد الناس هادو تنحبهم في الله هما اللي كاينين. والله يسخر الجميع. سمعتيني؟ الله يسخر. تنتمنى يكون اختي التغيير وصافي. ترجم الصوت ديالك. اللي كنترجم منه هو افعال جمعوية. يعني بحال اللي بغيتي تقولي شي حوايج طارئين، انسان بغى مثلا
في مستشفى مليوح او في دارو مريض وبغى الناس اللي عاونوه ليه نكونوا هاد الناس اللي هما درنا فيهم الثقه يكونوا حاضرين فهمتي. انت هذا اللي صوتتي عليه تيق فيه؟ ماشي تيق فيه وانما على حساب الخبره ديالو، هو شاب باقي صغير وعنده طموح وعنده يعني ما عنده ما يقول في هذا الشيء ديال الشباب اللي لا ما كنعرفوش. طرجة تكون بلاد مزيانه وندير وتجي التعليم والطب، وهذا هو النقاط المهمه كاينين اللي بغيتهم انا، التعليم والصحه.